محاكاة لجلسة المحكمة السورية أعدها ونفذها طلبة كلية القانون بصرمان جامعة سبراتا في قاعة المعهد العالي للعلوم والتقنية بمدينة زوارة. بمناسبة تخرجهم حضرها مسجل عام جامعة سبراتا سالم معمارة ولفيف من أهالي الطلبة وأساتذة القانون بالكلية. المحكمة السورية قاموا بها طلب السنة الرابعة الذين يبلغ عددهم 25 طالب. المحكمة جسدت قضية قتل مثلها الطلبة بتمثيل رائع، كان فيها حضور للنيابة العامة، حضور لرئيس اللجنة، حضور للمرافعات، كان تنظيم رائع جدا. لم تكن أزمة انقطاع الكهرباء وقلة الإمكانيات عائقا أمام الطلبة الخريجين الذين أدوا بشغف وحب لمهنة المحاماة والقضاء بشكل عام كما توضحه هذه المشاهد. سيد الرئيس، إن القتل العمد كما هو إزهاق روح إنسان آخر بدون وجه حق، لا سيما وأن موكلي لديه موطن معلوم ومعروف في ليبيا. أنا طالبة سنة بالكاملة بالشواشي اللي جسدت دور رئيسة الدائرة في المحكمة السورية قاعات زوارة، وحابة نشكر جميع الأساتذة اللي قرونا لحد اليوم هذا، واني استفدت هلبة من هذه المحكمة السورية. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هلبة أساتذة وصلنا للمرحلة هذه، ودرنا المحكمة السورية اللي كلنا نحلم بها من الصغر، وإن شاء الله والحمد لله تممها ربي بالنجاح. لا بديل عن القانون وسلطته، هذا ما يمكن أن تقرأه على وجوه الخريجين الذين اختاروا أن يكونوا يوم تخرجهم لا ينسى من ذاكرة كل من ينتظر الحكم النهائي لليبيا بأن تكون عنوانا للعدل لا للفوضى. ورفعت الجلسة.